الساعة الأخيرة من التلفزيون العربي وفيها: الإدارة الأمريكية تسجل سابقة دبلوماسية، بومبيو يزور الجولان المحتل عقب زيارته مستوطنة في الضفة الغربية، والسلطة الفلسطينية تستأنف علاقاتها مع إسرائيل، فهل ثمة خلط للأوراق أم تكريس لأمر واقع؟ جدل الانتخابات الأمريكية، حملة ترامب تجدد تشكيكها في نزاهة الانتخابات وتدعي وجود خطة تزوير ممنهج، وبايدن يجتمع بحكام الولايات استعدادا لعملية نقل السلطة، فما هي سيناريوهات الأيام المقبلة؟ في موضوعنا المغاربي، تونس أمام أزمة اقتصادية غير مسبوقة، دعوات لعقد حوار وطني تحت إشراف رئيس الجمهورية، وسعيد يؤكد على أن لا تمثل الخلافات داخل البرلمان عقبة أمام المصادقة على مشروع قانون الموازنة. هل يمثل الحوار بادرة للحل أم أن هناك حسابات أخرى؟ وفي جولتنا بوسائل التواصل، تيك توك يمنح الوالدين سلطة أكبر على حسابات الأطفال والمراهقين على المنصة. أهلا بكم. زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل عام 67، وذلك في سابقة من نوعها. ووصل بومبيو إلى المنطقة الواقعة على الحدود السورية الإسرائيلية بصحبة نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي وسط إجراءات أمنية مشددة. وقبل التوجه إلى الجولان المحتل، قام بومبيو بزيارة مستوطنة بساغوت في الضفة الغربية المحتلة، ليكون أيضا أول وزير خارجية أمريكي يقوم بهذه الخطوة. زيارة وداع، هكذا وصفت، لكنها لم تخلو من هدايا لإسرائيل. في زيارة غير مسبوقة لمستوطنات الضفة الغربية، أعلن بومبيو من داخل مصنع نبيذ في مستوطنة بسقوط قرب محافظة رام الله والبيرة أن الولايات المتحدة ستصنف منتجات المستوطنات منتجات إسرائيلية. جولة بومبيو وصلت إلى هضبة الجولان التي اعترفت إدارة ترامب بسيادة إسرائيل عليها. خلال إدارة ترامب تقف أمريكا مع إسرائيل بشكل غير مسبوق. في الواقع فإن الالتزام الحديدي الذي قطعناه على أنفسنا تجاه الدولة اليهودية سيستمر. تحدثنا عن كيفية حماية الأمريكيين والإسرائيليين في المنطقة من النظام في طهران. كان نتنياهو المديح لإدارة ترامب، مشيدا بمستوى العلاقات التي وصلت إلى مراحل متقدمة غير مسبوقة مع الولايات المتحدة على جميع الأصعدة، وبما يتعلق أيضا بالملف الإيراني. شكرا لجهودكم وللضغط الكبير الذي خاضه الرئيس ترامب. لقد تم تقييد إيران، وشهدنا انخفاضا في مقدار الدعم الذي تقدمه لوكلائها في المنطقة. يتمسك بومبيو حتى اللحظة الأخيرة بالتأكيد على ما قامت به إدارة ترامب تجاه إسرائيل، فبالإضافة إلى محاولات منح الشرعية للمستوطنات الإسرائيلية، قال بومبيو إن بلاده ستعتبر حركة مقاطعة إسرائيل BDS معادية للسامية، وستتخذ قريبا خطوات ضدها. مع زيارة بومبيو التي ستكون الأخيرة على الأغلب خلال توليه لمنصبه، تختتم إدارة ترامب 4 سنوات من العطاء اللامحدود لإسرائيل، فترة استغلها نتنياهو وفرض رؤيته كأمر واقع ويحاول الاستفادة منها حتى يومها الأخير. أحمد جرادات، العربي، القدس. وفي ردود الفعل على ما قام به بومبيو، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبورديني إن الخطوة الأمريكية لن تضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية التي ستزول عاجلا أم آجلا، مطالبا المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة. وفي السياق نفسه، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، قال إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن بلاده تعد منتجات المستوطنات بضائع إسرائيلية قمة الصلف والعدوان والعنجهية الأمريكية المعادية لحقوق شعبنا الفلسطيني على حد تعبيره. وبعد قرار السلطة العودة إلى العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل،
اجتمع مسؤولو المالية الفلسطينية بنظرائهم الإسرائيليين لترتيب تحويل أموال الضرائب إلى خزينة السلطة. ووفقا للحكومة الفلسطينية فإن رواتب الموظفين ستصرف كاملة بعد 5 أشهر من أزمة مالية. منذ وقف العلاقات مع إسرائيل في أيار الماضي، امتنعت السلطة الفلسطينية عن استلام أموال الضرائب التي تجنيها إسرائيل نيابة عنها، بحكم أن السلطة لا تتحكم بمعبر أو تسيطر على حدود. لكن في 5 من الشهر الجاري، ومع أزمة مالية كبيرة صاحبها قطع المساعدات الدولية والعربية عن السلطة، عادت المالية الفلسطينية تطلب أموالها من إسرائيل التي تجاهلت الطلب وربطته بعودة التنسيق الأمني. مجرد أن طلبت السلطة الأموال، هذا أعطى إسرائيل تأكيد واضح لتقديراتها أن السلطة لا تستطيع أن تناور أكثر من ذلك بسبب أزمتها المالية. لذلك استغلت هذه اللحظة، استغلت طلب السلطة وماطلت، تجاهلت، ومن ثم اشترطت، وبالتالي فرضت شروطها كما هي أرادت وبأقل ثمن. تشكل عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجنيها إسرائيل أهم إيرادات السلطة، ومنذ البداية كان معلوما أنها لن تصمد كثيرا بنصف رواتب لموظفيها. يعني العائدات المقاصة تشكل 60% من إيرادات السلطة الفلسطينية، بدونها ستكون السلطة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، سواء تجاه الموظفين أو باقي المتعاملين مع السلطة كموردي السلع والخدمات من القطاع الخاص. راهنت السلطة الفلسطينية على عدم قبول المجتمع الدولي وحتى إسرائيل بانهيارها، لذلك عندما رفضت الأموال كانت تلف الحبل حول عنقها تهديدا بالانتحار. وعندما تجاهل الجميع الأمر بما فيهم دول التطبيع، سلمت السلطة بالأمر الواقع. استخدمت السلطة الفلسطينية رفض أموال المقاصة سلاحا للحصول على مكاسب سياسية، وعندما ضاق بها الحال وطلبت الأموال من إسرائيل، استخدمت الأخيرة السلاح ذاته مبررة للسلطة العودة عن الحرد السياسي. عميد شهادة العربي، رام الله. وللقاء مزيدا من الضوء على هذا الملف ينضم إلينا من رام الله أيضا ساري عرابي، الكاتب والباحث الفلسطيني. أهلا بك سيد ساري. عاد التنسيق الأمني، عادت الاتصالات، وهناك حديث أيضا عن إعادة السفراء إلى المنامة وأبو ظبي. يعني ما الهدف من هذه الخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بشكل متسارع ولا مبررات واضحة حتى الآن لهذه الإجراءات؟ أعتقد أن هذه الخطوات تأتي في سياق طبيعي بالنظر إلى مسار السلطة الفلسطيني، مسار السلطة الفلسطينية السياسي الذي تتمسك به القيادة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية على الأقل منذ توقيع اتفاقية أوسلو. دعنا نتذكر أنه كان في هناك العديد من المؤشرات إلى أن القطيعة مع الاحتلال الإسرائيلي والموقف الذي بدأ موقفا جيدا في اتجاه عمليات التطبيع وسياسات التطبيع التي قادتها بعض الدول العربية ولا سيما دول خليجية يعني على وجه الخصوص، كان في هناك مؤشرات على أن هذه الخطوات والسياسات من السلطة الفلسطينية ستكون مؤقتة وأنها ستنتهي في حد أقصى بعد ظهور الانتخابات الأمريكية ولا سيما إن فاز بايدن في هذه الانتخابات الأمريكية. كان من المؤشرات على ذلك أنه لم يكن هناك في الشارع الفلسطيني، في الميدان الفلسطيني، أي قيادة لمقاومة شعبية. المقاومة الشعبية، قيادة منظمة التحرير وحركة فتح في العديد من مؤسسات منظمة التحرير ومؤسسات حركة فتح اعتمدت وسيلة المقاومة الأساسية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. لكن بالرغم من ذلك، دعنا نقول مثلا منذ اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ثم جملة من الإجراءات كشرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وصولا إلى مشروع الضم وصولا إلى مشاريع التطبيع، لم يكن في هناك خلال 3 سنوات أي إجراءات جدية في الشارع الفلسطيني أو قيادة لمقاومة شعبية فاعلة ومؤثرة. حتى خطوات المصالحة في الحقيقة كانت خطوات متباطئة ودارت حول قضية المجلس التشريعي. صحيح. مما بدأ وكأن قيادة حركة فتح تريد أن تجدد شرعيتها في إطار السلطة الفلسطينية دون أن يتوسع ذلك إلى مشروع وطني لمواجهة هذه التحديات بشكل فاعل وبشكل جدي وبشكل مؤثر. يمكننا أن نضيف إلى ذلك طبعا، طالما أن السلطة
السلطة الفلسطينية لا يوجد لديها قرار حقيقي بالمواجهة مع الاحتلال، بالضرورة كانت سوف تتراجع عن هذه الخطوات. السلطة الفلسطينية جزء من النظام الرسمي العربي، بل حتى جزء من المحور الذي عرف تاريخيا بمحور الاعتدال العربي. لكن اسمح لي أن أقاطعك، يعني أنت تتحدث عن السلطة الفلسطينية وكأنها يعني تمضي ضمن مخطط أن تفرض يعني نوع من أنواع القطيعة مع الاحتلال وأيضا تسحب السفراء، وكأن هذا مخطط، في الوقت الذي ينظر الكثيرون إلى ما تفعله السلطة على أنه سلسلة من ردود الأفعال. وزيارة بومبيو اليوم للجولان وللمستوطنات الإسرائيلية يعني برأي الكثيرين هي ليست أكثر من إعادة بعثرة للأوراق التي تحاول السلطة لملمتها. لأي درجة يمكن التعويل على السلطة الفلسطينية وعلى إجراءاتها بوصفها مبادرات وليس مجرد ردود أفعال؟ في الحقيقة لا يمكن التعويل، لأن هذا المسار ثبت فشله. يعني لست أنا الذي أقول أن هذا المسار ثبت فشله. قيادات السلطة الفلسطينية، قيادات حركة فتح، قالت أكثر من مرة أن مشروع التسوية وصل لطريق مسدود. نعم، هم يقولون أن الإشكالية في الرعاية الأمريكية للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وأن الإشكالية في تعنت اليمين الإسرائيلي ولا سيما حكومة بنيامين نتنياهو. لكن دعنا نتذكر، منذ تأسيس السلطة الفلسطينية حتى هذه اللحظة لم يحصل أي اختراق حقيقي وجدي باتجاه على الأقل الحد الأدنى الذي تفكر فيه قيادة منظمة التحرير بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة معقولة على كامل الأراضي التي احتلت عام 1967. يعني مثلا المفاوضات التي دارت بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبين إهود أولمرت وليفني في ظل أيضا فشلت حينما جاءت إدارة أوباما في لحظات معينة اتخذت مواقف نسبيا جيدة تجاه الفلسطينيين، وبالرغم من ذلك هذا الأمر لم يؤثر في مسار مشروع التسوية. وبالتالي هذا المشروع فشل، هذا المشروع هو الذي أوصلنا إلى سياسات التطبيع العربية، وهذا المشروع هو الذي أوصلنا إلى عمليات الضم في الحقيقة. وبالتالي كان يفترض أن يكون في هناك تغير في السياسات، تغير جذري، تغير جوهري، إعادة نظر وتقييم لكل هذا المسار خلال السنوات والعقود الطويلة الماضية. أما فكرة إدارة مصالحة محدودة حول مجلس تشريعي أو فكرة الامتناع المتكرر عن استلام أموال المقاصة، الأمر الذي حول أموال المقاصة في الحقيقة في النتيجة إلى أداة ابتزاز بيد الاحتلال الإسرائيلي. يعني وهذه أيضا كانت إشكالية في سلوك السلطة الفلسطينية، وتعويل لم يقدر النتائج بشكل صحيح وبشكل كافي، وبالتالي وصلنا إلى هذه اللحظة، وصلنا إلى هذه النقطة. ما يمكن التعويل عليه في الحقيقة هو اتخاذ موقف حقيقي وجدي بمصالحة وطنية حقيقية، وتغيير في المسار، وتغيير في المشروع، وأن تمتلك صحيح قيادة السلطة التي هي نفسها قيادة منظمة التحرير، التي هي نفسها قيادة حركة فتح، إرادة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وهو ما يبدو الخطوة الأولى في مواجهة كل هذا التصعيد الإسرائيلي المدعوم أمريكيا. ساري عرابي الكاتب والباحث الفلسطيني، كنت معي من رام الله، شكرا جزيلا لك. الآن ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي وأصداء هذا الملف مع الزميلة مايا عوض. إليك مايا. نعم زاهر، نرصد طبعا ردود الفعل على أول اجتماع بعد عودة التنسيق الأمني، ولكن بداية بمناسبة اليوم العالمي للرجال اسمح لي أن أتقدم لك وللمنتج والمخرج وكل العاملين الرجال، وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا يا مايا، بالتأكيد الرجال بخير طالما أن النساء بخير أيضا، وطالما أنكم تدعموننا. شكرا لك. أهلا بكم. بعد الإعلان عن استئناف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، تتوالى القرارات التي وصفها طيف واسع من المغردين بالصادمة. الاجتماع الأول بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الذي عقد اليوم تحدث عنه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ في تغريدة أكد فيها أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين المبنية على الشرعية الدولية هي ما يحكم العلاقة على حد تعبيره، وأضاف أنه تم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة، وأنهم يرفضون سياسة الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الأراضي. الاجتماع لم يحضر وحده على طاولة المستجدات، فخبر زيارة بومبيو للمستوطنات كان له وقعه أيضا، وكل هذه التطورات طبعا كانت محور نقاش في التغريدات. الباحث صالح النعامي قال إنه بينما يستعد نتنياهو لبناء آلاف الوحدات السكنية في مستوطنة بمحيط القدس، تتحدث سلطة عباس عن الانتصارات التي حققتها وقادتها لاستئناف التعاون الأمني مع الصهاينة. الكاتبة يارا هواري اعتبرت أن السلطة تحاول باستئناف التنسيق الأمني الانضمام إلى جانب بايدن وسط هدم منازل الفلسطينيين وبناء المستوطنات غير القانونية.
المحامي صالح أبو عزة يرى أن السلطة تخرج عن الخط قليلا، لكنها سرعان ما تعود بمجرد وعود زائفة باستمرار الدعم المالي واستئناف عمليات التفاوض. في المقابل كان هناك من أيد قرار السلطة الفلسطينية، حيث يرى هذا المغرد مثلا أن القيادة الفلسطينية شفافة وواضحة وجريئة في اتخاذ القرار والدفاع عن حقوق الشعب. وأيضا يتساءل شادي عن السبب وراء تراجع السلطة في هذا الوقت تحديدا، وما إذا تم الضغط عليها وإرغامها على ذلك. بينما يعد حسين أحمد التنسيق الأمني مع إسرائيل وعودة الاتصالات وعودة السفراء للدول المطبعة خطوات غير مدروسة وتخبطا سياسيا ينم عن عدم استراتيجية واضحة والرجوع لنقطة الصفر. وعن إعلان بومبيو أن الولايات المتحدة ستعتبر بضائع المستوطنات صناعة إسرائيلية، يقول الناشط أدهم أبو سلمية إن هذه آخر الهدايا الترامبية للكيان الصهيوني، فترامب يريد أن يقول للصهاينة إنه أكثر رئيس أمريكي قدم خدمات لكيان العدو. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الفقرة، عودة إلى أخبار الساعة الأخيرة معك زاهر. شكرا مايا. في الولايات المتحدة يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنكاره الهزيمة في الانتخابات، فيما تحدث محاميه رودي جولياني عن خطة ممنهجة لتزوير العملية الانتخابية لصالح الديمقراطيين. يواصل الرئيس دونالد ترامب حملته القانونية متحديا تقدم الرئيس المنتخب جو بايدن، وبالتنسيق مع فريقه القانوني يشهر سيفه ضد خصمه الديمقراطي. يتحدث محامي ترامب رودي جولياني مطولا، لا جديد في حديثه ولا دليل، غير ما يزعمه من شهادات تشكك في عمليات التصويت عبر البريد. لا يمكن السماح لهؤلاء المحتالين، لأن هذا ما هم عليه بسرقة الانتخابات من الشعب الأمريكي. انتخبوا دونالد ترامب، لم ينتخبوا جو بايدن. جو بايدن في المقدمة بسبب بطاقات الاقتراع المزورة. يدور جولياني في الفلك ذاته، تهم بالتزوير والفساد وعمليات الاحتيال يكيلها لبايدن وحملته. ما حدث في ولاية بنسلفانيا وولايات أخرى ليس فوزا بل تزويرا، يقول جولياني. جولياني الذي أعلن قبل ساعات من مؤتمره الصحفي سحب دعوة قضائية في ميشيغان في إخفاق جديد لمساعي ترامب وفريقه القانوني لإبطال نتائج الانتخابات، يطالب في حديثه للصحفيين بإعادة الانتخابات، فالتصويت عبر البريد عرضة دائما للاحتيال كما يقول محامي الرئيس، مؤكدا ضرورة أخذ ذلك في الحسبان. هكذا يبدو المشهد السياسي الأمريكي، محاولات مستميتة للتشبث بالسلطة وأمل تبدده نتائج فرز الأصوات في الولايات الأخرى. ففي جورجيا التي تقترب فيها عملية عد الأصوات من نهايتها، رجحت لجنة الانتخابات فوز الرئيس المنتخب بايدن، وهو ما أضعف فرص ترامب في قلب النتائج أكثر من أي وقت مضى. على الضفة الأخرى من الصراع الترامبي المفتعل، يحاول بايدن الحفاظ على ثباته. يحتفل بعيد ميلاده 78 بعد أن شكل فريقه الرئاسي للمضي قدما في مسيرته الرئاسية. عقد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كمالا هاريس اجتماعا افتراضيا مع عدد من حكام الولايات، حيث تركز الاجتماع بالأساس على مناقشة تداعيات جائحة كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد بايدن خلال الاجتماع استعداد إدارته بعد تسلمها مفاتيح البيت الأبيض إلى تطبيق خطة شاملة لمواجهة الوباء، سواء من حيث تأثيراته الصحية أو الاقتصادية. كما انتقد بايدن عدم إقدام الإدارة الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب على هذه الخطوة أو على مده بالمعلومات الاتحادية الكافية التي ستساعده في مواجهة وباء كورونا. وللقاء مزيد من الضوء على هذا الملف، معنا من واشنطن ويليام لورنس، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية. أهلا بك أستاذ لورنس. في البداية، بالنسبة للكثيرين حرب ترامب القانونية هذه يعني هي مجرد
حرب ضد طواحين الهواء إن صح التعبير، لكن بالمعنى الواقعي ما هي فرص ترامب الواقعية للفوز أو تحقيق أي تقدم أو للتشكيك بمسألة الانتخابات الأمريكية؟ هي قريبة جدا من الصفر. في الواقع إن ما حصل هنا هو أن ترامب يحاول أن يسرق الانتخابات عبر اتهام الطرف الآخر بسرقتها، والقوانين مختلفة في كل ولاية من الولايات، ولذلك فإن لديه استراتيجية مختلفة لكل ولاية، وهذا الأمر يعتمد على التفضيل. مثلا عندهم اتهام بأن هنالك تفضيلا للناخبين مثلا للديمقراطيين أو الجمهوريين، ولكن هذا الأمر ليس موجودا وفقا للولايات. طبعا فقد حاولوا إيقاف هذه الانتخابات، وقد حاول البارحة أن يطلب من المشرعين في الولايات في ميشيغان وغيرها من البيت الأبيض من أجل أن يوقف عملية فرز الأصوات في عدد من الولايات لصالح بايدن. هذا الأمر يؤثر على المؤسسات الديمقراطية ليس فقط في هذه الانتخابات، ولكن في الانتخابات القادمة عبر التأثير عليها سياسيا، حيث يحاول أن يؤثر عليها. نعم. سيد لورنس، يعني بالحديث عن تأثير خطوات ترامب على عملية الانتقال السياسي وتسلم بايدن لمقاليد الحكم، يبدو أن الثمن باهظ يعني كبير جدا. تعنت ترامب ليس مجرد تعنت بروتوكولي، هو يؤثر أيضا على معالجة بايدن لملف كورونا وعلى خططه المستقبلية. كل يوم تزداد الوفيات وترامب لا يبالي. لأي درجة من الممكن ربما محاسبة ترامب في المستقبل على ما يقوم به الآن من تأثير، سواء على العملية الانتخابية كما قلت، أو على مسألة انتقال السلطة بشقها العملياتي؟ هذا الأمر صعب جدا. إن ترامب يؤثر على العملية الانتقالية ويحاول تخريبها، وعلى عملية الاستجابة لفيروس كورونا، وعلى موضوع الأمن القومي وإيران وأفغانستان والعراق، وكل ذلك من أجل أن ينهي ما بدأه في ولايته، ولكي يصعب على بايدن القيام بعمله. أما بالنسبة لمحاولة عرق، ولذلك فإنه يحاول أن يعرقل الاستجابة الحكومية واستجابة بايدن لفيروس كورونا، ولذلك نرى بأنه يلقي بمقاربة ثقيلة جدا على العملية الانتقالية من أجل الإعاقة الطرف الآخر، فهو يحاول أن يخلق خطابات أو خطابا للظلم بأنه قد ظلم في هذه الانتخابات وبأنه قد فاز بهذه الانتخابات، وهذا من أجل أن يحقق ربما نصرا في الانتخابات القادمة في 2024 بناء على الفكرة. لكن هذا أيضا سيد لورنس، لو سمحت لي أن أقاطعك هنا، سيجد نفسه بايدن بحسب الكثير من المحللين والمطلعين على شؤون البيت الأبيض عندما يدخل إلى سدة الحكم في الشهر الأول من العام المقبل، محاطا ربما بحرائق أشعلها ترامب في الأسبوعين الأخيرين، ولن يتسنى له إطفاؤها بطريقة يعني سهلة. لا يوجد عملية انتقال سلس للسلطة، هي قرارات مفصلية كسحب الجنود من الصومال، من أفغانستان، من العراق، وأيضا خطط الاستجابة القاصرة عن الاستجابة لكورونا. لأي درجة سيؤثر هذا بالمعنى الفعلي على أداء إدارة بايدن في عامها الأول، أم أن الموضوع قابل للتراجع، يعني التراجع عن هذه القرارات المستعجلة والمتهورة بحسب محللين؟ تقريبا كل القرارات يمكن إلغاؤها إداريا، ولكن هنالك تبعات سياسية. مثلا العقوبات الجديدة على إيران يصعب إلغاؤها أو التراجع عنها بسبب طبيعة هذه العقوبات، فكل ملف يختلف عن الملفات الأخرى. سوف يحاول بايدن أن يخفف من الأذى، وهذا سوف يؤدي إلى
انتقاده، ونرى هنا بأن ترامب سوف يحاول أن يخفض عدد القوات في الشرق الأوسط، وربما بايدن يحاول أن يزيدها مرة أخرى مثلا إذا تم سحب القوات من أفغانستان أو العراق. الأمر ليس صعبا كثيرا بالنسبة لبايدن، فالإصلاح يمكن أن يقوم به، ولكن الإصلاح هنا صعب من زاوية سياسية لأن الضرر السياسي أكبر من الضرر الإداري هنا. شكرا جزيلا لك ويليام لورنس، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، حدثنا من واشنطن. قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي إن بلاده لا تريد حربا مع إيران، وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن النظام الإيراني يعرف أن واشنطن ستحقق نتائج كبيرة لو اضطرت إلى خوض حرب مع إيران. وأضاف ماكنزي أن طهران تدرك أن التصعيد مع واشنطن ليس في مصلحتها، مؤكدا أن سياسة الضغط الأقصى لا تتضمن عملا عسكريا. من جانبه قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن الدفاع عن أمن بلاده ومصالحها لا يقتصر على منطقة جغرافية محددة، موضحا أنه لن تكون هنالك أي نقطة آمنة لأي طرف يستهدف إيران. هذا ولم تعلق طهران رسميا على العقوبات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت 9 شخصيات بينها وزير الأمن محمود علوي. المتحدث باسم الخارجية اكتفى بالرد على وزير الخارجية الأمريكي عبر تويتر قائلا إن سياسة الضغوط الأمريكية القصوى تحولت إلى هزيمة كبرى على حد تعبيره. الحرس الثوري الإيراني إلى المياه الدولية. روداكي أول بارجة إيرانية عابرة للمحيطات، ليست صدفة ربما أن يكشف عنها في وقت كثر فيه الحديث عن دراسة ترامب احتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران، وليست صدفة أيضا أن تزود إلى جانب الصواريخ والمسيرات بمنظومة سيفوم خرداد التي أسقطت قبل أشهر مسيرة جلوبال هوك الأمريكية. للدفاع عن مصالح بلدنا سنوفر كل الإمكانيات، ولن تكون هناك نقطة آمنة لأي طرف يهدد مصالح إيران، ونقول للأمريكيين أننا مصممون على الدفاع عن أمننا القومي وحدودنا وخطوط ملاحتنا وقواتنا، وسنرد بحزم على أي تخريب أو تهديد. سياسيا أيضا تواصل إيران نهجها تجاه واشنطن، وكأن فرض المزيد من العقوبات الأمريكية لا يعنيها، رغم أوجاع الاقتصاد تقول إنها انتصرت وإن ترامب لم يحقق مبتغاه. الضغوط الأمريكية القصوى باتت هزيمة كبرى، تقول الخارجية الإيرانية وهي ترتب أوراقها استعدادا لإدارة بايدن. إلى أن يتسلم بايدن ويتخذ خطوات عملية تجاه إيران والاتفاق النووي والعقوبات، لا يمكن لطهران أن تتخذ موقفا أكثر وضوحا مما قالت. أما العقوبات واحتمال مهاجمة إيران فليست إلا ضغوطا لتوفير أدوات لمفاوضات محتملة مستقبلا. يجمع الإيرانيون على خريف ترامب، لكنهم يختلفون اليوم على ربيع بايدن المأمول، بين من يحذر من مطبات أمريكية جديدة مستندا إلى تجربة الخروج من الاتفاق النووي، ومن يريد العودة إلى قواعد الاشتباك السابقة مستندا إلى انتعاش اقتصادي حققه الاتفاق. بانتظار خطوات بايدن العملية تغرق إيران في نقاشاتها الداخلية، لكنها تصر على مواصلة البعث برسائل قوة ربما استعدادا لمرحلة مقبلة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. حازم كلاس، العربي، طهران. الساعة الأخيرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. المبعوثة الأممية إلى ليبيا تؤكد أن خارطة الحل في البلاد تؤسس لمرحلة جديدة وتحدد موعدا للانتخابات العامة. أهلا بكم من جديد، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
الإدارة الأمريكية تسجل سابقة دبلوماسية. بومبيو يزور الجولان المحتل عقب زيارته مستوطنة في الضفة الغربية، والسلطة الفلسطينية تستأنف علاقاتها مع إسرائيل. جدل الانتخابات الأمريكية. حملة ترامب تجدد تشكيكها في نزاهة الانتخابات وتدعي وجود خطة تزوير ممنهج، وبايدن يجتمع بحكام الولايات استعدادا لعملية نقل السلطة. والآن إلى فقرتنا المغاربية مع الزميلة فرح البرقاوي. إليك فرح. شكرا زاهر. أهلا بكم. برزت دعوات سياسية في تونس لعقد حوار وطني يشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد، ويجمع ممثلين عن الأحزاب والكتل البرلمانية بالإضافة إلى المنظمات الاجتماعية. يهدف هذا الحوار إلى إيجاد حلول للأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد في ظل تفاقم الخلافات بين الأحزاب وتوتر العلاقة بين الرئاسات الثلاث. تغيرت الحكومة ولم تنتهي الأزمة، فالعلاقة بين الرئاسات الثلاث وكذلك الأحزاب ليست على ما يرام. الأزمة الاقتصادية في تفاقم، ولا شيء قد يحلها حاليا غير الحوار. طلبنا بالشروع فورا في حوار اجتماعي واقتصادي على مدى زمني، ما هوش طويل، يعني شهرين أو ثلاث أشهر، بعده نتفق على الإصلاحات الكبرى ونمضي وثيقة تلتزم بها كل الحكومات في المستقبل. ما يفرقهم أكثر مما يجمعهم، هذا هو حال الأحزاب. لذلك دخل اتحاد الشغل ذو الإجماع السياسي على الخط، دخله وفي جعبته مبادرة وساطة لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، مبادرة تتقاطع مع دعوات للرئيس لإطلاق حوار بين الأحزاب. وجدت من سيادة رئيس الجمهورية كل التجاوب، إن شاء الله بداية الأسبوع القادم سيكون لنا موعد لتقديم مبادرة الاتحاد بمضامينها وكذلك بالحيز الزمني انتحى. الحوار هو منفذ أفرقاء السياسة في تونس لإذابة جليد الخلافات، يحتكمون إليه حين تشتد الأزمة ويصعب التوافق. تتفق الأحزاب الحاكمة مع المعارضة في ذلك، لكنها تطرح بعض التحفظات والتساؤلات. حوار في كل الحالات متاعه مطلوب، أمر معناها لا يمكن أن يعترض عليه الإنسان أو تعترض عليه الحركة، ولكن بطبيعة الحال لابد من الإطار متاعه هذا يتناقش والتوقيت وأطرافه. أسوة بتجربة الحوار الوطني قبل 7 سنوات تستند تلك الدعوات، إلا أن السياق السياسي يبدو مختلفا. ثمة مؤسسات منتخبة تحكم البلاد، لكنها لم تستطع حتى الآن إيجاد التناغم المطلوب لتوفير الفاعلية اللازمة. قاد الحوار بعد الثورة إلى شكل من التوافق، صار قوة الديمقراطية وأحدى ركائزها. حين تشتد الأزمة يلجأ إليه الفرقاء، لكنه لا ينتهي دائما بنجاح، فمصيره رهين بمدى تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الحزبية. وسام الدعاسي، العربي، تونس. ومعنا من تونس طارق الكحلاوي، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي. أهلا بك سيد الكحلاوي، ولو تعطيني في البداية تلخيصا لأبرز المعوقات التي تحول دون إقرار الميزانية العامة في الوقت الذي يقر فيه الجميع بأن تونس تمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة. واضح أن الحكومة عندما أعدت قانون الميزانية أعدته على عجلة، وأعدته بدون تشاور سياسي ليس فقط مع حزامها السياسي ممثلا في النهضة وقلب تونس وإئتلاف الكرامة، بل أيضا أعدته بدون التشاور مع مؤسسات أخرى معنية بالقرارات التي كانت تريد أن تأخذها الحكومة ومنها البنك المركزي. من الواضح أن الحكومة بدأت بداية خاطئة في إعداد قانون الميزانية، مما أدى إلى ارتداد القانون عليها وسحبه لأول مرة يعني في تاريخ المجلس، أنه لجنة المالية أعادت القانون، بما أدى إلى أنه الحكومة استبقت ذلك وسحبت القانون،
وأعادت يعني صياغته ومناقشته وتعديله. وفي الأثناء حزب قلب تونس استغل الفرصة الحقيقة وحاول استعمال ورقة تمرير القانون، قانون التعديلي، لابتزاز رئيس الحكومة يعني، وطرح مسألة تحوير الحكومة وتحويلها إلى حكومة سياسية على الأقل في نصفها بشكل مبكر قبل حتى نهاية العام. لكن يعني يبدو أنه لم يلقى تجاوبا حتى من حلفائه. المشكلة الجوهرية أو الخلاف الجوهري هو على بنود الموازنة أم على الخلاف السياسي؟ وأن هناك كما يقال أن يعني هناك أحزاب سياسية تغلب حاليا حساباتها الحزبية على المصلحة الوطنية للبلاد. هناك الاثنين، هناك الأحزاب التي تريد استعمال موضوع القانون لتمرير أجندتها السياسية، خاصة تحويل الحكومة إلى حكومة سياسية، وهذا ينطبق ربما الأرجح على قلب تونس. وهناك المشكل العام، مشكلة التوازنات المالية الكبرى، بما دفع عدد من الأطراف، منها اتحاد الشغل، منها الكتلة الديمقراطية، للحديث، وخبراء أيضا اقتصاديين، للحديث على خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والحاجة لحوار وطني اقتصادي واجتماعي تحت يعني شراف رئاسة الجمهورية، يعني مقترح اتحاد الشغل. وهذا الإشكال الرئيسي. هناك يعني هناك السقف الاقتصادي والاجتماعي من الممكن أن يسقط على الجميع. هناك حديث على إمكانية الدخول إلى وضع صعب جدا في العام القادم، وهو ما يمكن أن يهدد المسار السياسي والوضع السياسي عموما. ما الذي يحول دون عقد حوار وطني؟ الذي يحول هو انقسامات سياسية حادة في المشهد السياسي التونسي. يعني حتى رئيس الجمهورية المعني بأن ربما أن يشرف على مثل هذا الحوار هو غير قابل بعدد من مكونات المشهد السياسي، خاصة منهم قلب تونس. اليوم مدير الديوان الرئاسة أعلنت بشكل واضح في رد ضمني على دعوات أن تشرف رئاسة الجمهورية لحوار وطني اقتصادي واجتماعي، قالت في البرلمان في جلسة استماع تخص ميزانية رئاسة الجمهورية، قالت بشكل واضح أن رئيس الجمهورية مستعد للتحاور مع الجميع باستثناء الفاسدين، في إشارة واضحة لقلب تونس الذي تحوم حوله شبهات عاودت التأكد في التقرير الأخير لمحكمة المحاسبات الذي صدر منذ أسبوع. يعني وهذا مشكل حقيقي، يعني أنه عموما ليس هناك أرضية متاحة وظروف تسمح الآن بعقد حوار واسع حول المسألة الاقتصادية والاجتماعية. طب في ظل كل هذه الخلافات وهذه المشاكل، الحديث عن إمكانية التعديل الوزاري بأنه يمكن أن يكون المخرج من التأزيم الحالي، ما رأيك؟ يعني هو على الأقل الائتلاف الحالي الداعم لحكومة المشيشي يلمح إلى ذلك، يلمح أنه يعني معني بحكومة سياسية. لكن هل هناك انسجام كافي بين مكونات هذا الائتلاف؟ النهضة الإسلامية من جهة، ائتلاف الكرامة ربما على يمين النهضة في بعض المسائل، مقابل قلب تونس القادم من يعني من عائلة نداء تونس المنظومة السابقة. يعني وتم تجريب عملية التوافق في الخمس سنوات الفارطة قبل انتخابات 2019 ولم تنتج أي شيء عملي. يعني هناك تساؤلات حقيقية إن كان تحول الحكومة الحالية إلى حكومة تمثل هذا الائتلاف، ائتلاف ما يسمى بالترويكا البرلمانية، يمكن أن يحقق نتائج حقيقية. هناك مسائل كبرى الحقيقة، مصاعب كبرى في الجانب الاقتصادي والاجتماعي تستوجب إجابات ليس حول ائتلاف سياسي محدد يخص النهضة، ائتلاف وقلب تونس، بل يخص أجوبة محددة ربما يجب أن تهم جميع الأطراف، وليس فقط حتى الأطراف السياسية، حتى الأطراف الاجتماعية بما فيها اتحاد الشغل. إذن تبقى الأسئلة مفتوحة عن الخيارات والبدائل في حال لم ينعقد الحوار ولم يقع أيضا التعديل الحكومي. شكرا جزيلا لك طارق الكحلاوي، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي من تونس. قالت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالنيابة ستيفاني ويليامز إن خارطة الحل في ليبيا تؤسس لمرحلة جديدة وتحدد موعدا للانتخابات العامة. وأشارت ويليامز في إحاطتها أمام مجلس الأمن إلى أنه يتعين القيام بمزيد من العمل من المجتمع الدولي، داعية إياه لتوفير ظروف لتنفيذ الاتفاق الليبي ومنع التدخل الخارجي.
وأضافت ويليامز بأنه تم التوصل إلى وقف تام لإطلاق النار في ليبيا وسحب الوحدات العسكرية، مبينة بأنه بعد تعليق الأعمال القتالية انخفض عدد النازحين والمهجرين الليبيين. عودة الآن إلى بقية أخبار الساعة الأخيرة مع زاهر. إليك زاهر. شكرا فرح. قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عقب لقائه بالرئيس الأفغاني أشرف غني إن الهدف من زيارته كابول بناء ثقة وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجارين، وبحث الرجلان العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما تطورات على صعيد عملية السلام الأفغانية. عراب السلام في أفغانستان. رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في زيارته الأولى إلى كابول على جدول أعماله ملفات عدة اقتصادية وسياسية، لكن الأولوية لملف المصالحة والسلام، فإسلام أباد تطلع بدور رئيس في عملية السلام الأفغانية. خان عبر عن قلقه من ارتفاع منسوب العنف المرافق للمفاوضات، وتحدث عن دعم باكستاني مطلق للمساعدة في إحلال السلام في أفغانستان. أنتهز فرصة زيارتي إلى كابول ليؤكد لكم بأن باكستان ستفعل كل ما في وسعها وما هو ممكن من أجل لجم العنف والذهاب نحو وقف لإطلاق النار. مقاربة خان جاءت متطابقة لما تؤكده القيادة الأفغانية من أن العنف الميداني لا يعكس الوضع السائد الذي يتجه إلى التهدئة والركون إلى السلام. فالرئيس أشرف غني أكد على أن اتباع سياسات بناءة وشاملة يبدد مناخ انعدام الثقة بين البلدين الجارين. تطابق وجهات النظر في التعاون بين البلدين ليس مهما لتعزيز العلاقات الثنائية بين أفغانستان وباكستان فحسب، بل من أجل التواصل والتعاون الإقليميين أيضا. على أن زيارة عمران خان إلى كابول توضع كذلك في إطار مساعي إسلام أباد لترسيخ دور إقليمي، لا سيما في حال نجاح مفاوضات السلام ووصول حركة طالبان إلى السلطة مستقبلا. زيارة رئيس الوزراء الباكستاني تأتي بعد أيام من إعلان واشنطن سحب مزيد من قواتها من أفغانستان والإبقاء على 2500 جندي، وهو أدنى مستوى منذ اجتياحها العسكري للبلاد عام 2001. تكتسي زيارة عمران خان إلى كابول أهمية كبيرة، لا سيما وأن أفغانستان على مفترق طرق المصير، فالسلام أقرب من أي وقت مضى. وما ينشد الأفغان هنا أن تسهم الزيارة في دفع جهود المصالحة والمفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في الدوحة. جواد جوادي، العربي، كابول. والآن نعود مرة أخرى إلى الزميلة مايا عواضة، تطل بنا هذه المرة على مواضيع مختلفة. نعم، في الجزء الأول نذهب إلى سوريا ومعرض لباس الأسد مقتنياته في وقت يعاني فيه الشعب السوري من أزمة اقتصادية خانقة. وفي الجزء الثاني يبدو أن هناك خاصية جديدة لدى تيك توك تسمح للأهل بفرض رقابة أكبر على أطفالهم. نتابع معك. شكرا لك. أهلا بكم من جديد. رغم كل الأزمات الاقتصادية والمعيشية الخانقة في سوريا، افتتح النظام متحفا بكلفة كبيرة لتخليد ذكرى باسل الأسد أخ رئيس النظام السوري الذي توفي عام 1994. متحف الفارس الذهبي باسل الأسد بحسب وكالة سانا السورية تبلغ مساحته الداخلية 350 مترا مربعا، وهو محاط بحدائق تبلغ مساحتها 8000 متر مربع. ويحتوي المتحف على صور وكأس وميدالية ولباس الفروسية الذي كان يرتديه باسل الأسد، إضافة للسروج التي كان يضعها على الخيول. وانتشرت صور مقتنيات المتحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها كان صورة لحذاء باسل الأسد والتي أثارت سخرية وغضب الناشطين. الشبكة السورية لحقوق الإنسان نشرت على فيسبوك منتقدة النظام السوري الذي صرف ملايين الدولارات من أجل ترسيخ حكم العائلة عبر افتتاح متحف لباسل الأسد، وأضافت أغلب المنشآت المهمة في حكم عائلة الأسد تنسب للعائلة وكأنها أنشأتها من مالها الخاص وليس من مال الدولة السورية.
وقال الصحفي عمر مدنية: الناس في سوريا بمناطق الأسد يقفون على طوابير الغاز والخبز، والأسد يفتتح متحفا كبيرا ليضع فيه سرج حصان أخيه باسل بالإضافة لثيابه، ومن ثم يحدثك هذا عن تلهف اللاجئين للعودة. وهناك مشاهدين من سخر من ذلك معلقا على مؤتمر العودة وإعادة الأعمار، مثل هذا المغرد الذي كتب: إعادة الأعمار تجري على قدم وساق، تحضيرا لاستقبال وفود اللاجئين العائدين رغم الضائقة الاقتصادية بسبب العقوبات الدولية. وكتب حامد: عائلة تستحوذ على كل شيء في بلد عريق بلا أي امتياز يميزهم عن غيرهم، وعندما يثور الناس عليهم يوصف الشعب بأنه فوضوي وإرهابي. وفي موضوعنا الأخير لليوم، خاصية جديدة من تيك توك تسمح بزيادة الرقابة الأبوية على حسابات أطفالهم، فالمعروف عن هذا التطبيق جذبه للمراهقين والأطفال. ومن خلال هذه الإجراءات الجديدة أصبح بإمكان الآباء حماية أطفالهم والتحكم عن بعد بما يشاهدونه أو يشاركونه عبر تطبيق تيك توك. كذلك بإمكانهم تغيير إعدادات البحث ومنع المجهولين من رؤية منشوراتهم. وكانت تيك توك قد أطلقت سابقا خاصية تقتصر على وضع قيود على المحتوى والمحادثات الخاصة، إلا أنها لم تكن تسمح للآباء بمنع نشر التعليقات على الفيديوهات التي ينشرها أطفالهم أو قبول تعليقات من أشخاص معينين كالأصدقاء. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الخبر ورحب عدد منهم بالفكرة، وآخرون شجعوا على استخدامها في تطبيقات أخرى. تقول أما: انضممت إلى تيك توك لغرض واحد، وهو إضافة حسابات ابنتي لحسابي وفرض الرقابة عليهما عبر هذه الخاصية، لذلك لن تستطيع البحث بدون قيود عمرية، ويمكنهما فقط مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بأصدقائهما. وشجعت جميع الآباء على استخدام هذه الخاصية. وغردت إلينا مارتيلوتزو: أضاف تيك توك قيودا أبوية صارمة أكثر، لا يزال بإمكان الأطفال تجاوز هذه الإجراءات ولكن ليس من دون علم آبائهم، وتمنت أن يتم تقييم هذه الخاصية بشكل جيد لمعرفة مدى فعاليتها. وكتبت الإعلامية ريشي أيانغار: تيك توك سيمنح قدرات أكبر على التحكم بما يشاهده المراهقون أو يشاركونه عبر التطبيق، وأشارت إلى أن تقريبا ثلث مستخدمي التطبيق تقل أعمارهم عن 19 عاما. أما ريان فغردت: لقد اتخذت الشركة خطوة في الاتجاه الصحيح، من الرائع أن نرى ذلك مطبقا في منصات أخرى. أما هذا المغرد فيعتبرها فكرة عظيمة، ولكن في أغلب الأحيان من السهل إنشاء حسابات ثانوية، وغالبا ما يقود الأطفال الآباء بدلا من أن يحدث الأمر بالاتجاه المعاكس. وفي الختام، تعتبر أماندا أن جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي غير آمنة وتؤدي إلى الإدمان ومشاكل أخرى تتعلق بالتحكم بالانفعالات. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفقرة، عودة إلى ما تبقى من الساعة الأخيرة معك زاهر. شكرا يا مايا، شكرا لك. رفض السودان اقتراح الاتحاد الإفريقي تمديد مفاوضات سد النهضة لمدة 10 أيام، وهو الاقتراح الذي وافقت عليه مصر وإثيوبيا. وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إن السودان متمسك بالمفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي من أجل اتفاق ملزم بشأن سد النهضة. واستنكر عباس تمسك مصر وإثيوبيا بمواصلة التفاوض بالأساليب المجربة سابقا والتي أوصلت الأمور لطريق مسدود. أيضا أشار إلى أن السودان يصر على منهج جديد للمفاوضات. بهذا نصل إلى نهاية الساعة الأخيرة، نترككم مع الكاريكاتير، في أمان الله.